السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم يا أحباب، أسأل الله أن يجمعني وإياكم على الطاعة دائما. الله عز وجل يمتن على عباده ببعض المسائل أو بعض الأمور، فمن الناس من يجعل الله له بسطة في العلم أو بسطة في الجسم أو بسطة في المال أو بسطة في الحسب أو بسطة في وظيفة. فإن جعل الله عز وجل لك بسطة في أمر من هذه الأمور، فما هو الواجب عليك يا غالي؟ أقول إن جعل الله عز وجل لك بسطة في العلم، فافرش بساطك للناس، اجعلهم ينهلوا من هذا العلم، يتعلموا، يأخذوا، يتربوا. هذا ينهل من معرفة، هذا ينهل من علم، هذا ينهل من خلق، هذا ينهل من أدب. فيكتب الله عز وجل لك أجر كل إنسان تعلم منك أو تربى على يديك أو عمل ما أوصيت به. وإن امتن الله عز وجل عليك بأن بسط لك في المال، فابسط يدك، أنفق، تصدق، لا تبخل، لا تمنن، لا تستكثر، اجعل يدك منفقة، فإن الله عز وجل الذي أعطاك سيعطي غيره. وإنما أعطاك ليبتليك، فإن لم تنفق ولم تعطي ولم تتصدق قد يمحق الله عنك البركة فيصرف عنك المال. وإن جعل الله لك بسطة في الجسم، فسخر هذا الجسد القوة في طاعة الله تبارك وتعالى، وفي إعانة الناس، وفي الوقوف معهم، وفي مساعدتهم، وفي بذل المعروف لهم بالجسد بالقوة، وكذلك في صرف هذه القوة عن أذية الناس. لا تجعلها أنا قوي معناها أؤذي هذا وأضرب هذا وأشتم هذا وأتكلم على هذا، لا والله. طيب لو قال قائل أنا ما جعل لي بسطة في هذه الأمور، أنت أبسط قلبك في طاعة الله عز وجل، وسخر هذا الجسد في قيام الليل وفي التقرب إلى الله عز وجل، فوالله إنها ستكون خير بسطة وخير أمر تعطاه. ابسط لسانك بذكر الله تبارك وتعالى، وابسط قلبك بالخشوع والصلاة والعبادة، وابسط روحك بالطاعة، ثم انظر بعد ذلك كيف سيكون حالك وكيف سيكون مقامك بين يدي الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجملني وإياكم بالطاعة، وأن يجمعني وإياكم على الخير، ويجمعنا في الفردوس الأعلى. أحبكم في الله.